مرحبا شباب وصبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. وانتم عم تشوفوا هالفيديو بتمنى لكم اوقات بتجنن، بتشبهكم، بتشبه قلوبكم وبتشبه ضحكتكم الحلوه. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، وان شاء الله كل ايامكم تكون بسعاده وهنا وفرح ورضا وراحه بال. قبل ما نبلش بالفيديو بدي منكم تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد بنزله على القناه، لحتى نكبر سوا اكثر واكثر، حتى هالقناه تكبر اكثر واكثر. اليوم بهالفيديو بدنا نعرف كيف الشخص نعرف انه هو بفكر فيها. هلا مجموعه كثير كبيره من الناس ممكن يكون في شخص نحن بنفكر فيه بياخذ وقت طويل من تفكيرنا، بنفكر باللي حكى لنا اياه، بنفكر باللي صار، بنفكر بالحديث اللي جرى، وبنفكر بشخص لما بنكون بنحبه بدنا نتقرب له وشاغل بالنا بطريقه او باخرى. بس احيانا بنصفن بنفكر انه نحن هالشخص عم بفكر بنفس الطريقه يلي عم بفكر فيها، عم بفكر فيه زي ما انا عم بفكر فيه. دراسات اثبتت علميا علميا اثبتت الدراسات انه الشخص اللي انت بتفكر فيه بيكون عم بفكر فيك بالوقت اللي انت بتكون عم بتفكر بهذا الشخص. واليوم بهالفيديو بدنا نحكي عن بعض النقاط او بعض العلامات يلي بتخلينا نتاكد من هالمواضيع، ممكن منها صارت معنا وممكن لسه ما صارت. النقطة الأولى انه الوقت يلي انت بتكون فيه مثلا عم بتسوق سيارة وعم بتفكر باللي صار معك بالدوام، فجأة اسم الشخص بيلمع براسك. بتكون انت عم تتغدى وعم بتفكر باللي صار معك بالسيارة او اللي صار معك عند شخص انت كان عم بيقدم لك خدمة من مكان، وبتتفاجأ من اسم الشخص لمع براسك. هون لازم تعرف وتتأكد انه هذا الشخص عم بفكر فيك بدون تفسير. هذا الشخص عم بفكر فيك بهذا الوقت. برن التليفون، لسه والله كنت عم فكر فيك، لسه والله ببالي، لسه هلأ كنت بدي رن لك، لسه هلأ كنت عم فكر فيك، لسه هلأ كنا عم نحكي بموضوعك بسيرتك، هلأ كنا بسيرتك. جمل ممكن نكون سمعناها بحياتنا على مختلف علاقاتنا أو على مختلف التليفونات اللي بتيجينا. هون فعليا بتكون انت الشخص اللي عم بتفكر فيه، يعني عم ورنت له. هلأ في شخص أنا عم بفكر فيه وبدي اعرف اذا هو عم بفكر فيي او لا، بدي امسك التليفون رن له، بتفاجأ انه التليفون عم برن من الشخص يلي انا بدي ناوي او انا اللي بدي رن له او اللي ناوي رن له او لسه انا حالا كنت هلا بدي ارن. فبرن التليفون الشخص عم بفكر فيك. يعني ممكن انت شو الدافع عندك، تفسير اللي صار معك انه انت بالوقت يلي انا بدي ارن لك فيه، بالوقت اللي انا ماسك فيه التليفون وبدي ارن لك او بدي افتح على اسمك واحكي معك او ابعث لك مسج، بيوصلني منك مسج او بتوصلني منك مكالمه، ممكن اعرف انه ممكن تكون عم تعمل اي شيء بحياتك الا ان انت بهداك الوقت انك انت عم بترن وعم او انت عم بدك ترن. فهالتفسير اثبت الدراسات العلميه انه حقيقي. ممكن هالتفسير يساعدنا لانه شوي نفهم انه هالشخص فعليا عم بفكر بنفس الطريقه يلي احنا عم نفكر فيها او عم بفكر فينا بالوقت اللي احنا عم نفكر فيه عن جد. نقطه 2. نقطه 3 بتقول انه انت لو كنت نايم وصحيت فجاه بدون سبب من النوم في شخص عم يحلم فيك او عم بفكر فيك. مين ممكن يحلم فيك أو يشوفك بالحلم إلا اللي ما عم بفكر فيك؟ رح أرجع أحاول إني أوضح الفكرة. أنت في شخص عم بيشوفك بالحلم، هالشخص ما شافك بالحلم إلا لأنه هو فكر فيك قبل ما ينام أو عم بفكر فيك فشافك بالحلم. فأنت بتكون نايم فبتصحى بدون سبب. ممكن هذا التفسير تاني. إحنا ممكن الأشياء هاي ما نشوفها بعيننا بس احنا بنصدقها او بنصدقها في الوقت يلي بنكون فيه عم نفكر بالشخص. فالشخص اللي عم نفكر فينا احنا عم نفكر فيه، واللي احنا عم نفكر فيه كمان هو عم بفكر فينا. هذا التفسير لإلي، تخيل. انا محمد، بحبكم كثير، كان فيديو خفيف لطيف، ديروا بالكم على حالكم، كونوا بخير للفيديو الجاي. انا محمد بحبكم كثير مره ثانيه، باي باي.